نأمل دعما وإسنادا من لدن الأصدقاء في المجتمع الدولي للكشف عن الأموال المهربة. العراق يطلب تحالفا دوليا لمكافحة الفساد. برهم صالح للأمم المتحدة: الأموال المهربة تمول السلاح المنفلت. سجاد العراقي ينتظر وخاطفوه يكسبون الوقت بافتعال نزاع أمني مع العشائر. حراك تشرين يصدر أول فيتو على تعديل قانون الانتخابات. دائرة لكل قضاء ونائب لكل 100,000. سفيرا واشنطن ولندن يسألان قضاء العراقي عن الكاتيوشا، ومكافحة الإرهاب يطارد المنصات في الكرادة. تحية طيبة، مرحبا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل. دعا رئيس الجمهورية برهم صالح المجتمع الدولي إلى دعم العراق للكشف عن الأموال المهربة ومن وصفهم بالفاسدين الذين يهربونها لتمويل مجاميع خارجة عن القانون. دعوة صالح جاءت في كلمة ألقاها خلال أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نأمل دعما وإسنادا من لدن الأصدقاء في المجتمع الدولي للكشف عن الأموال المهربة والفاسدين الذين يقومون بتهريب هذه الأموال لتمويل المجاميع الخارجة عن القانون والمتطرفة. من خلال الجمعية العمومية دعوة لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب. لا يزال الناشط سجاد العراقي رهن خاطفيه في الناصرية بعد تصاعد التوتر مع إحدى العشائر التي نددت بقيام جهاز مكافحة الإرهاب بتفتيش مضيفها، قبل أن يفتح ضباط رافعون قنوات اتصال مع زعامات قبلية للتهدئة والمضي في عملية تحرير المختطف. 95 ساعة مرت على اختطاف سجاد العراقي، القوات الأمنية المكلفة بتحريره لا تفصلها عن الضحية الأمتار، بل نزاع سحبت إليه العشائر بفعل فاعل كما يقول ناشطون. في محيط بلدة سيد دخيل شمال الناصرية ترابط دوريات مكافحة الإرهاب. الضباط أبلغ يو تي في أن عملية التحرير لا تستهدف النسيج الاجتماعي، كانت هذه إشارة حذرة للعشائر التي تسكن البلدة. ناشطون في الناصرية يعتقدون أن جماعات السلاح المنفلت استدرجت عشائر تحظى بالاحترام إلى خط الأزمة، وبدلا من معالجة الخاطفين وجدت القوات الأمنية نفسها في محل تفاهمات مع زعماء عشائريين قبل المضي في العملية. مصادر أمنية أكدت أن جهاز مكافحة الإرهاب يبحث عن 15 هدفا يشتبه بتورطهم في اختطاف سجاد، بينما فتح ضابط رفيع في الجهاز اتصالاته في الساعة الماضية مع قادة عشائر لإقناعهم بضرورة إنفاذ القانون وأنهم ليسوا هدفا له. ناشطون من خيام ساحة الحبوب دعوا العشائر إلى تسهيل مهمة القوات الأمنية لتحرير المختطف سجاد، بالتزامن مع معلومات تفيد بأن محاولة الخاطفين استخدام العشائر هدفها كسب الوقت والاحتفاظ أطول وقت ممكن بالضحية، لا سيما أن أجهزة الأمن توصلت إلى خيوط مباشرة لمرتكب الجريمة. ومن النادر في حوادث من هذا النوع أن يبدأ اختطاف سجاد بالتعرف على مكان معلوم لاحتجازه ليصل لاحقا إلى آخر مجهول، بعد أن أفادت مصادر المعلومات بأن الخاطفين نقلوه مؤخرا إلى موقع قد يكون خارج المدينة، بينما سجاد نفسه محتجز بين 4 جدران لا يعرف أن قضيته تنتظر حسم نزاع لا يمت إلى حياته بأي صلة. معنا في النشرة باسم فليح صديق الناشط المختطف سجاد العراقي، مرحبا بك باسم. بداية الحمد لله على سلامتك، ونأمل السلامة أيضا لسجاد. باسم، أنت الأقرب له وكنت معه، ما آخر المعلومات لديك؟ أهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله. يعني آخر المعلومات الموجودة، أنا تدري طريح البيت، يعني حاليا طلعت من المستشفى وإن شاء الله نتأمل خروجه من هاي الأزمة. وأي معلومة بالنسبة للسجاد يعني ما عندنا معلومة عليه، بس إن شاء الله ندعو من الله بحق هذه الأيام أن يفرج عنه صديقنا ويكون عن بالنسبة للسجاد.
أخ باسم، هل تتوقع أنه من الممكن أن يكون قد نقل إلى محافظة أخرى؟ هل ممكن أن يكون وارد هذا؟ والله أخويا أتوقع كل شيء بهذا الظرف، لأن الأوضاع حاليا الناصرية تدري فيها هواي قوات المكافحة وجهاز كله فيها، يعني ممكن بالناصرية وممكن خارج الناصرية، لأن تدري شغله يعني سجاد إلى صار رمز، وحاليا هسه جاي الدولة كلها تتحكم، يعني اجت قوة من بغداد للناصرية مقاطعة 460 كيلو، لازم يعني يتخذون إجراء الخاطفين به، لازم يعني أتوقع يعني توقع يجوز خارج المحافظة احتمال. نعم باسم، يعني المحتجون محتجو ذي قر أمهل والقوات الأمنية مدة زمنية في حال تأخر إطلاق سراح سجاد، برأيك يعني ما الذي يخطط له محتجو ذي قر؟ محتجون ذي قر يعني التخطيط مالهم وترأيهم على أخوهم، يعني هم من خرجوا بالثورة ما خرجوا لله دولة، خرجوا للدولة ضد الفاسدين ضد الأحزاب، لا يتصور الآخر بأنه يوقفون دولة يوقفون دوائر يوقفون، لا لا لا، هم حتى من يردون يعني صارت الحالة علينا والخطف والقتل إلي والحمد لله نجاني من قطعة وجسر أو هاي للحالة العاطفية، لا بالعكس مثقفين وأطباء ومهندسين بها الناس الناصرية وحتى الثوار الكل، يعني أحكي كفرد من أفراد الناصرية. إذا ما كان سبب هذه المدة الزمنية؟ المدة الزمنية ضغط على أخوهم، ضغط لأن الحكومة الناصرية المحلية ما بها أي شيء، ماكو تحرك من محافظ من قائد شرطة. وبعد انتهاء المدة الزمنية إن شاء الله كل حادث إلى حديث في حق محمد وآل محمد. طيب، إذا صديق ناشط المختف سجاد العراقي السيد باسم فليح، كنت ضيفنا في النشرة، شكرا جزيلا لك. يستمر الخلاف بين الكتل السياسية عن المادة 15 من قانون الانتخابات والتي تحدد شكل الدوائر الانتخابية وعددها في كل محافظة. يأتي هذا وسط طرح 3 اتجاهات لا توافق ما يشهده حراك تشرين الذي سجل أول فيتو على التعديلات الراهنة. نريد انتخابات مبكرة، قال حراك تشرين، ولكم ما طلبتم، أكد الكاظمية. حدد الموعد، فكان 6 يونيو حزيران التاريخ المنتظر، لكن الطريق إليه لا تبدو سالكة أبداً. إجراء انتخابات مبكرة يقتضي أولاً المصادقة على قانونها، والمصادقة تستوجب التفاهم بشأن المادة 15 منها والمتعلقة بالدوائر الانتخابية. هنا نقطة الخلاف الرئيسة بين الكتل السياسية من جهة، وبين هذه الأخيرة ومطالب حركة تشرين من جهة ثانية. الكتل السياسية تذهب صوب طرح 3 اتجاهات بشأن الدوائر الانتخابية. أولها يدعم تعدد الدوائر على مستوى المحافظة الواحدة، فيما يؤيد أصحاب الاتجاه الثاني طرح 2 أو 3. أما الطرف الثالث فينتصر لمراجعة القانون من أساسها والعودة إلى مربع دائرة انتخابية واحدة لكل قضاء في المحافظة. ما تصبو إليه التيارات السياسية عبر سيناريوهاتها 3 لا يشتهيه المحتجون على ما يبدو، إذ لا يوجد صدى لمطلبهم حيال قانون الانتخابات المنشود. المحتجون يطالبون بضرورة اعتماد حصول الفائز عن الانتخابات بنسبة تتجاوز 50%، بينما ينص القانون على جولة واحدة لاحتساب الفائز الذي يحصل على الأصوات دون تحديد النسبة، ما سيتيح وفق ناشطين لأحزاب بتمرير مرشحيها عبر تشتيت الأصوات. من مطالب المحتجين أيضا منع أي شخصية مرشحة عن حزب أو حركة لها فصيل مسلح، والحيلولة دون عودة من تولى مناصب وزارية سابقة، وتعديل صلاحية مجلس النواب في تحديد عدد الدوائر التي قد تخضع للصفقات السياسية.
هذا عدا عن نقاط أخرى لما تزال فضفاضة، بينها عدم وضوح عدد المصوتين في كل دائرة انتخابية في ظل غياب الأرقام الحقيقية لعدد سكان الدوائر، وهو ما يعقد مهمة اعتماد البطاقة البيومترية الجديدة، نظام من شأنه الحد من تزوير الانتخابات، وهو ما يبرر وفق البعض معارضة جهات سياسية لها. البرلمان الذي أقر القانون الجديد تحت ضغط الشارع يعده الأخير مجرد لعب على الوتر، إذ لم يستجب للمطلب الرئيس للمحتجين طالما لم يغير من آلية توزيع المقاعد، ما يفسح المجال لإعادة تدوير شخصيات وجهات متهمة بالنفوذ والفساد، والعودة مرة أخرى إلى دائرة المفرغة التي انتفض العراقيون قبل قرابة عام من الآن ضدها. إلى ذلك، قال متظاهرون في كربلاء إن بعض الجهات السياسية تحاول تكوين تكتلات وتلصقها بحركة تشرين، مشيرين إلى أنهم على دراية بهذه التحركات وأنهم سيعملون على منع استغلال الحركة. موعد ذكرى ثورة تشرين الأول من تشرين قادمة، وأكيد ستكون ذكرى تهم كل العراقيين، لأنها ثورة باسم الشعب العراقي وليس باسم فئة أو طائفة معينة. الحقيقة الحديث الذي يدور حول اختراقها من قبل جهات وأحزاب، نحن لن نسمح بذلك. نشهد ظهور حركات وتجمعات وتكتلات قد تنسب إلى تشرين، وهي بالحقيقة بعيدة كل البعد، ولكن هذا ما تعودناه من الطبقة السياسية باستغلال أي احتجاجات شعبية ووطنية لإيهام الشارع من جديد بوطنيتها أو بأحقيتها بالسلطة. بالتأكيد هناك الكثير من الأحزاب والأطراف التي تريد أن ركوب الموجة وتحقيق مآربها الدنيئة. قبيل أيام من الذكرى السنوية الأولى لانطلاق احتجاجات تشرين، يعيد فنانون شباب ذكريات ساحة التحرير إلى نفق السعدون في بغداد، أبرز معاقل الاحتجاج عبر رسم لوحات وتلوين أخرى تخص شهداء تشرين وجرحاها وناشطيها. وسط ساحة التحرير في بغداد مركز احتجاجات تشرين، بدأت مجموعة من الفنانين المتطوعين العمل على إعادة الحياة إلى نفق السعدون عبر رسم لوحات ثورية وصور لشهداء الاحتجاجات على جدران النفق. الفنانون الشباب أرادوا إيصال رسائل أمل يردون بها على كل من اتهم ساحة التحرير بالانحراف عن أهداف تشرين وتحولها إلى مركز للعصابات الإجرامية. انطلقنا في هذه الحملة نوصل رسالة ورسالة إيجابية حول الساحة وحول الثورة، بعد ما صارت تداعيات من إعلام الحزب الفاسد اللي قالوا أكو بالساحة كريستال ومخدرات وسلاح وقتل وسرقة. هذا الشيء ما موجود أصلا، احنا فعلا عندنا سلاح، بس هو سلاحنا الفرشة، سلاحنا القلم. ساعات النهار يقضيها الفنانون الشباب في تلوين جدران النفق وتأهيل لوحاته الجدارية المتضررة وإعادة تزيين ساحة التحرير استعدادا لاستقبال الذكرى السنوية الأولى لانطلاق احتجاجات تشرين، وتحضيرا لكرنفال كبير يقام في الساحة احتفاء بشهداء الاحتجاجات وجرحاها. تعرف الفترة الأخيرة بأنه أكو صور الضرر بالنفق وهاي، وإحنا شكلنا بأنه مجموعة تطوعية بالإحياء الساحة والنفق لإعادة رسومات اللي ضررت، وإن شاء الله عندنا كرنفال 11 راح يكون إحياء ذكرى للشهداء. لوحات التحرير خلدت شبابا ضحوا بدمائهم لتحقيق أهداف تشرين، واختزلت غضب الشباب ضد من سرقوا أحلامهم بوطن آمن. عبر سكايب معنا في النشرة الناشط في التظاهرات علي مقدام. أهلا بك علي. يعني علي، حدثنا عن قانون الانتخابات بعد إجراء التغييرات الدستورية عليه، هل يلبي مطالب تشرين؟ تحية طيبة لكم وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة. يعني بصراحة خلينا نكون واقعيين، بفترة ضغط الشارع، بفترة قوة الاحتجاجات وخطها على السلطة العراقية بكل خوف وبكل ريبة وبكل نوع من أنواع الشعور بالخطأ، السلطة السياسية والأحزاب ومجلس النواب بصورة عامة صوتوا على القانون وهم مغمضي العيون خوفاً من غضب الشارع ومن أبطال تشرين.
لكن الآن هم يعتقدون أنه المرحلة انتهت، هذا الغضب انتهى، تشرين بدأت تقل، تشرين بدأ بريقها يخف، لكن هم واهمين، هم يعتقدون يحسبون حسابات أخرى، يعتقدون أنه خلص تشرين بدأت تتقسم، خلص تشرين انتهت، ما لها ذكرى ثانية، ما لها عودة ثانية، ما يعرفون أنه أكو سلاح فتاك قادم اللي هو شباب ظهروا وخرجوا لساحات الاحتجاج، تعرضوا للقمع، تعرضوا للرصاص الحي، تعرضوا لقنابل الغاز، وعادوا بعضهم والعدد الكبير منهم عادوا إلى منازلهم بخيبة أمل. هذه خيبة الأمل راح تتولد إلى انفجار ما معروف شنو خلفياته، ما معروف شنو إطاره، ما معروف شنو نوعه بواحد تشرين. طيب علي، بالنسبة للدوائر الانتخابية، ما موقف يعني احتجاجات تشرين منها؟ كيف سيكون الرد بعد البت بها في حال لم توازي مطالب وخطاب تشرين؟ هو خطاب تشرين واضح أنه القانون يجب أن يكون برضاء الشارع، مو مفصل ومقسم على 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 مقاساتهم، على الأحزاب اللي مسيطرة على 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 المال وعلى السلاح وعلى هرم السلطة. فبالتالي هم اللي يتلاعبون على هذه المسألة. احنا ما عندنا مشكلة مع التسمية كدوائر متعددة، لكن طريقة وآلية التوزيع هي المشكلة هنا اللي جاي يتلاعبون عليه. احنا الموضوع واضح، يعني اي قضاء وأي مثلا الرصافة الثانية، الرصافة الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الأولى، هذني أقضية، كل قضاء بي 100,000، هذه دائرة، هذه يعني طريقة التوزيع للدوائر. هم يحاولون أنهم يفعلوها بطريقة تنمي أصواتهم وتزيد أصواتهم. يعني مثلا نائب عن 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 أي تحالف معين يرشح في بغداد، لكن تجي أصواته من دائرة أخرى، من محافظة أخرى، من بابل. هذه المشكلة، هم يحاولون يعيدون نفس القانون. يعني ما سوينا فرق بهذا القانون، ما اختلفنا على قانون 1.7 سانتيغو أو 1.9 سانتيغو المعدل، أو القوانين الأخرى اللي مرت علينا من سنوات ولحد 2018. هذا القانون لا غبار عليه، لكن هم دا يحاولون يتلاعبون عليه، لأنه هم يظنون أنه خلاص الفترة انتهت. نعم. علي، إذا تسمح لي، لدي سؤال أيضا. الأحزاب القديمة حاولت تدوير الوجوه بلباس جديد، كيف سيتعامل الشعب العراقي مع هذا، وخصوصا أنتم محتجي تشرين، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ طيب، أنا دائما أسأل هذا السؤال، راح أجاوبك على سؤالك، بس لكن أعطيني 10 ثواني. يقولون أنه ليش ناشطين تشرين، ليش ناشطين تشرين ما يشاركون بالعملية السياسية وبالعملية الانتخابية؟ ببساطة أن الأرضية مو جاهزة، أكو حيتان فساد وأكو تلاعب. لكن بالتالي الآن أكو وجوه تحاول تنطرق على الساحة العراقية بلباس تشرين. الشباب عندهم وعي كافي ووافي. أي عملية أو أي كيان سياسي الآن مجرد أنه نتوجه لسؤاله، تمويلك منين، مصدر مالك منين، من الشخصياتك، شنو تاريخك السياسي، شنو شهادتك، شنو تحصيلك، شنو دورك، هذه التفاصيل. هذه أغلب هذه الكيانات وشاهدناها، أغلب هذه الكيانات ما أجابت عن هذه الأسئلة. فالشارع الآن مو جاهل، عندنا جيل رائع، جيل واعي، جيل مثقف، عمل انتفاضة وثورة. فبالتالي لا خوف علينا من هذه الكيانات، نقدر نسألها ونقدر في التظاهرات. علي، أعتذر منك لضيق الوقت، الناشط في التظاهرات علي مقدام، شكرا جزيلا لك. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع سفيرين الأمريكي والبريطاني في بغداد ماثيو تولر وستيفن هيكي إجراءات محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق. زيدان استقبل سفيرين على حدة في مقر مجلس القضاء، وناقش معهما التعاون القضائي والقانوني بين القضاء العراقي وفريق التحقيق الدولي المختص بجمع الأدلة عن جرائم تنظيم داعش. عن هجمات صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت بعثات دبلوماسية والحصيلة لشهر آب الفائت، الزميل ديار بكر يستعرض لنا بالأرقام تفاصيل الاستهدافات على شاشة الكبيرة. شكرا للزملاء، أهلا بكم.
منذ أشهر والجماعة المسلحة تكثف من هجماتها وتهديداتها واستهدافها لمواقع عسكرية ودبلوماسية تابعة للولايات المتحدة وللتحالف الدولي في العراق. منتصف آب أغسطس الماضي نفذت تلك الجماعة 21 هجوما، 9 هجمات منها بصواريخ كاتيوشا على معسكر التاج في بغداد والسفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء ومطار بغداد، و12 هجوما بالعبوات الناسفة على أرتال الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية المنسحبة على الطرق السريعة. الجماعات المعروفة بخلايا الكاتيوشا كانت قد وسعت عملها منذ شهرين تقريبا باستهداف أرتال الدعم اللوجستي للقوات، إذ نفذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 30 هجوما على شاحنات ومواقع عسكرية ودبلوماسية. تبرر بعض الجماعات هجومها واستهدافها لمصالح أمريكية بمحاولة الحكومة الحالية الإبقاء على القوات الأجنبية في العراق واعتبار مواقفها متطابقة مع الولايات المتحدة، إذ ترفض هذه الجماعة بقاء القوات الأمريكية وتطالبها بالانسحاب الكلي من الأراضي العراقية. يرى مراقبون أن الهجمات الأخيرة لخلايا الكاتيوشا ترمي بالأساس إلى شرعنة بقاء هذه القوات وسلاحها في العراق دون الدخول بشكل مباشر في صدام مع القوات الأمريكية، إذ تكتفي بعدم إصابة الأهداف بشكل مباشر بل تقع على مقربة منها كرسائل تهديد. في سعي منها لتقليم أظافر هذه الجماعات، شنت الحكومة حملة ضبط السلاح جنوب العراق أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين. الحكومة بمعية جهاز مكافحة الإرهاب أطلقت عملية تحت اسم الوعد الصادق لتمشيط المناطق الجنوبية للبلاد أسفرت عن اعتقالات في مسعى تضييق الخناق على ما يعرف بالسلاح المنفلت. الاستهداف المكرر للسفارة ومواقع عسكرية أمريكية بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني في بغداد والتهديد الإيراني المستمر للانتقام من اغتياله رد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد مضاعف في حال استهداف يطال بلاده، معتبرا أن أي هجوم سيواجه بهجوم أكبر منه ألف مرة وفق تعبيره. شكرا للزملاء وهذه عودة مرة أخرى. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. لوبي بصري يجبر حكومة بغداد على غطس للسفن الكبيرة في ميناء الفاو. وقفة سنة وشيعة في الموصل يتنازعان على سوق الصياغ بآثاره اليهودية. حسمت وزارة النقل جدل بشأن عمق ميناء الفاو الكبير موضحة أنه سيبلغ 19 مترا و80 سنتيمترا. الوزارة ذكرت في بيان أن الميناء سينفذ وفق مخططات شركة الاستشارات الإيطالية المسؤولة عن وضع التصاميم والإشراف على تنفيذ البناء، متعهدة بعدم التراجع عن مشروع الميناء الذي وصفته بالحلم. 19 متر رفعناه إلى 14 لأنه هذه بها تكلفة كلش عالية. بسبب هذه التصريحات التي أدلى بها مدير شركة الموانئ عمت حالة غضب ورفض لتغيير تصاميم مشروع ميناء الفاو بعدما وضعتها شركة استشارية إيطالية. الحالة دفعت وزارة النقل إلى التراجع عن خطوة تقليص الأعماق من 19 مترا إلى 14 بهدف ضغط النفقات جراء الضائقة المالية. يفقد ميناء الفاو الكبير أهميته الاقتصادية عندما تكون أعماقه قليلة، لأنه السفن الكبيرة دائما ما يكون لديها غاطس كبير. وفي البصرة شكل بحارة ومهندسون وأكاديميون جماعة ضغط لدعم تنفيذ مشروع ميناء الفاو طبقا لتصاميم الشركة الإيطالية. هذا التيار أخذ يضغط عبر التظاهرات ومواقع التواصل الاجتماعي لتسريع الخطوات الحكومية بهدف تنفيذ أحد أهم مشاريع العراق الاقتصادية. موقع الميناء شبه جزيرة الفاو اللي هي نهاية القارة حقيقة يجعل الميناء ذات أهمية كبيرة
حيث يربط الشرق بالغرب. وتفاوض وزارة النقل الصين وكوريا الجنوبية للحصول على قرض يمول إنشاء الميناء. وبما لا يقبل التأويل تحدث الوزير عن تأثيرات دولية وحتى عراقية تمنع بناء الميناء لتأثيره في عمل موانئ المنطقة. الدولة ما عندها فلوس، رحنا للاقتراض وإن شاء الله راح عندنا عقدين، عندنا الاقتراض الصيني والاقتراض الكوري، وإن شاء الله أحدهما سنستخدمه لبناء هذا الميناء. قد يؤثر على كثير من الموانئ في المنطقة، ولذلك لا يستبعد أن هنالك تأثيرات خارجية أو داخلية على عدم بناء هذا الميناء. وبالرغم من أن المعطيات تفيد بأن مشروع ميناء الفاو ستنفذه شركة دايو الكورية، فإن الحكومة لم تتوصل بعد إلى اتفاق لتوقيع عقد إنشاء المرحلة الأولى من الميناء. استمرار الضغط الشعبي سيجبر الحكومة على اتخاذ خطوات أكثر جدية في حسم مشروع ميناء الفاو الكبير والشروع بمرحلته الأولى حسب مراقبين. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة. معنا في النشرة وزير النقل الأسبق السيد سلام المالكي. أهلا بك سيد سلام. بشأن ميناء الفاو الكبير، يعني ضغط نخبوي من بحارة ومهندسين وأكاديميين أجبر وزارة النقل على اعتماد عمق الغطاس ب 19.80 سنتيمتر، هل اليوم المجتمع البصري نستطيع القول أنه يشعر بأهمية الميناء ويعلم بإنعكاساته الاقتصادية على الحياة المعيشية وحتى على المحافظة ودخلها؟ شكرا جزيلا لكم، حياكم الله، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني واقع الحال أنه اليوم أنه جمهور البصرة والشارع العراقي الكل يضغط باتجاه تنفيذ هذا المشروع الذي طال انتظاره وتوقف لأكثر من يعني فترة من فترات الحكومات الماضية، ولم تقوم الحكومات السابقة بتنفيذ هذا المشروع بل تأخرت. فلذلك اليوم لدى الشارع ولدى المتابعين والمختصين قلق ويعني هواجس كثيرة من عدم تنفيذ هذا المشروع أو عرقلة هذا المشروع، أو أن يكون الإعلان من قبل الحكومة العراقية عن تنفيذ هذا المشروع هو محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي انتفض ضد اتفاقية ربط السكك مع دول الجوار. فالنتيجة التي ينتظرها الشارع هو الإسراع في تنفيذ هذا المشروع، عدم وجود مماطلة، أن لا يذهب المشروع إلى مشروع بسيط بأعماق بسيطة كما أوضح البعض بأن تكون هناك أعماق قليلة لا تفي بالغرض، لا تفي السفن الكبرى لهذا الميناء، وبالتالي يتحول الميناء إلى مشروع بسيط لا يفي بمتطلبات العراق الذي يحاول أن يربط الغرب بالشرق ويكون محطة اقتصادية وتجارية كبيرة. ولذلك اليوم نرى الجميع مهتم بهذا المشروع من مختصين، من فنيين، من أناس عاديين، الكل يسعى لأن تكون الحكومة جادة في تصريحاتها ووعودها. رئيس الوزراء وعد، وزير النقل وعد، كلنا ننتظر أن تكون هذه الوعود هي حقيقية وأن تنفذ في أسرع وقت. أعتقد أن الجدل اليوم موجود بين فريقين، فريق يدعي بأنه سينفذ هذا المشروع وفريق آخر يشكك بنوايا الفريق الحكومي. المسألة بسيطة جدا، على الحكومة العراقية أن تظهر بشخص رئيس وزرائها ووزير النقل ووزراء المعنيين يقولون بأننا تم توقيع الاتفاق مع أحد الشركات المنفذة بأعماق كذا بمدة إنجاز محددة، لا أن تبقى مدة إنجاز مفتوحة، أن تكون مدة محددة بتاريخ زمني، أن تخصص الأموال لها، أن تكون هناك أموال مخصصة فقط لإنشاء هذا المشروع، وبالتالي نخلص من كل هذا الجدل وكل هذا اللغط والاضطرابات الموجودة والقلق وكل المخاوف الموجودة لدى الناس ولدى المختصين والمعنيين. فالحكومة مطالبة أن يكون حديثها الإعلامي إلى حديث واقع، أن لا نكتفي بالتصريحات الإعلامية وتتحول قضية ميناء الفاو إلى قضية جدلية وتناقض طيب بالإعلام سي بين سلام فريق سي المشاركين سلام وفريق الجميع الفكرة. يعني فائدة عمق الغطاس وارتباطها بحجم السفن بالتأكيد، يعني من الجهات التي وقفت وراء 14 سنتيمتر حسب اطلاعك على الموضوع؟ يعني أعتقد هو الميناء كان مفروض يكون على شكل مراحل، ينجز بشكل مراحل، فبعض الجهات داخل مثلا الحكومة العراقية ووزارة النقل أرادت أن يكون المرحلة الأولى الغاطس 14 متر، وهذا أمر يعني صراحة لا يفي بالغرض لأن السفن الكبرى لا يمكن لها الدخول والرسوب في هذا الميناء. فبالتالي المفروض أن يكون الأعماق في ميناء الفاو من 19 متر فأكثر، لأن الحركة الاقتصادية التجارية العالمية تعتمد على السفن الكبيرة. اليوم كل الدول التي تنقل بضائعها وحاويات النقل
تحتاج إلى سفن كبيرة عملاقة تأتي وترسو في الموانئ العملاقة، لا ترسو في الموانئ الصغيرة ذات الأعماق القليلة. فبالتالي إذا لم ننجز هذا المشروع بالأعماق المحددة من 19 متر فما أكثر، أعتقد أن ميناء الفاو لن يكون له أهمية، وبالتالي يتحول ميناء الفاو إلى ميناء عادي ليس له أهمية اقتصادية. المرجو من إنشاء مشروع وتنفيذ مشروع ميناء الفاو أن يكون العراق محطة ربط اقتصادي وتجاري عالمي بين الشرق والغرب، لا أن يكون ميناء بسيط للسفن الصغيرة التي تأتي، وإلا كانت موانئ أم قصر وخور الزبير وموانئ أبو فلوس وغيرها تفي بالغرض، فما الداعي لإنشاء ميناء بهذه المواصفات البسيطة؟ لذلك وزارة النقل هي الجهة المعنية، الشركة العامة للموانئ العراق أعلن عن طريق مديرها أنه سوف ينفذ ب 19 متر. نتمنى أن يتم توقيع هذا الاتفاق وأن تحدد نسب الإنجاز ووقت الإنجاز وكذلك الأعماق حتى تكون واضحة للشارع العراقي وأن يعلن بشكل شفاف وعلني أمام الإعلام لكي لا يكون هناك لغط أو تشكيك من الآخرين. سيد سلام، إذا تسمح لي أيضا بسؤال، العراق يمر بمالية كبيرة، مثل هكذا مشروع عملاق برأيك كيف سينفذ؟ هل عن طريق الاقتراض أو الاستثمار أو التمويل الحكومي؟ أنا ذكرت سابقا قلت أنه أمام الحكومة خيارة لا ثالث لهما، أما أن تذهب باتجاه الاستثمار أن تستثمر بعض الشركات العالمية الكبرى في إنشاء هذا الميناء، أو نذهب باتجاه التمويل الحكومي. التمويل الحكومي اليوم الحكومة لديها أزمة مالية فتذهب باتجاه الاقتراض الخارجي أو الداخلي، أو تطرح الموضوع للاكتتاب أو كأسهم مشاركة من قبل الشركات المحلية والشارع والمواطنين، وبالتالي يمكن الجمع أموال لتنفيذ هذا المشروع. لكن أعتقد الأقرب إلى تنفيذ هذا المشروع وأن يكون أكثر ضمان هو أن نذهب باتجاه الاستثمار الخارجي، أن نأتي بشركات كبرى كالشركات الصينية أو الكورية أو اليابانية أو غيرها من الشركات العالمية الكبرى، هي على استعداد لتنفيذ هذا المشروع، لديها الإمكانيات، لديها الأموال اللازمة، وبالتالي نعطي فرصة للشركات الكبرى بالاستثمار ونخلص من قضية أنه موضوع التمويل الحكومي وموضوع الاقتراض الخارجي وأن يتحمل العراق قروض أخرى. فالأمر متروك للحكومة أن تحدد خياراتها بسرعة وأن تتفق مع الشركة الكبرى الاستثمارية أو أن تذهب باتجاه الاقتراض حتى يسرع الشركات التي سيتم التوقيع معها بتنفيذ هذا المشروع، لأنه كلما تأخرنا كلما يعني ضاعت فرصة تنفيذ هذا المشروع وأهميته الكبرى، لأن اليوم أكو دول جاي تبحث عن منافذ أخرى، يعني طريق الحرير الذي تحاول الصين أن تنفذه ممكن أن تجد بدائل غير العراق، والعراق اليوم في غاية الأهمية وفي غاية الحاجة أن يكون هناك مشروع كبير يساعد العراق اقتصاديا، يفعل دوره التجاري وكذلك السياسي. إذا تأخرنا أعتقد أن الفرصة ستذهب من العراق تتجه باتجاه دول أخرى، هناك دول تقدم تسهيلات، هناك دول تقدم يعني الكثير من الأمور لهذه الدول من أجل أن تغير مسار التجارة والاقتصاد العالمي من العراق إلى دول الجوار أو دول المنطقة. نعم سيد سلام المالكي وزير النقل الأسبق، سيد الكريم شكرا جزيلا لك. الفرد العراقي يولد وهو مدين لجهات داخلية وخارجية، وبالرغم من أن هذا الأمر يبدو غير منطقي فإنه حقيقة لا يمكن تجاوزها. كل عراقي عليه دين يبلغ 3000 دولار، يبدو الأمر مزحة لكنه ليس كذلك للأسف. بالطبع لا يطلب من العراقيين دفع هذه المبالغ بشكل مباشر، ولكنها يجب أن تدفع من المال العام لتسديد ديون بذمة الدولة العراقية تقدر ب 120 مليار دولار. في حدود ال 120 يعني أكثر أقل بهالحدود، يعني إذا نعتبر، لأنه عندك تقريبا 30 مليار دين خارجي، وكانت الداخلية 45 تريليون زائدا 15 صار 60 تريليون، ومع ديون مال نادي باريس والخليج وهذه تحسبها على شيء تعبر ال 120 مليار تقريبا. اللجنة المالية في مجلس النواب تشكو تضارب الأرقام المقدمة لها بشأن المقدار الدقيق للديون، إلا أن البيانات المتوافرة تشير إلى أن الديون العراقي للدول المنضوية في نادي باريس تبلغ نحو 25 مليار دولار، أما الديون الداخلية فتبلغ نحو 60 مليار دولار، تمثل حوالات خزينة وسندات مخصومة لدى المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي. خارج نادي باريس تقدر الديون بنحو 4 مليار دولار، من المفترض تزيدها على شكل دفعات من سنة 2020 إلى سنة 2028. مشكلة العراق
هي ليس نقص في الأموال وإنما سوء إدارة الأموال. يفترض إعادة إدارة المال العراقي بشكل صحيح، فوعدونا يعني سيد وزير المالية وعد أنه نهاية الشهر الحالي راح يجيب لنا ورقة الإصلاح الأولى كمسودة، وتكتمل هاي المسودة الأولى اللي هي سماها الورقة البيضاء في منتصف الشهر القادم. بحسب البنك الدولي، طردت الحكومة العراقية 27 قرضاً داخلياً وخارجياً في العام الماضي لتغطية عجز في الموازنة بلغ أكثر من 23 مليار دولار، وهي تواجه عجزاً في موازنة العام الحالي يبلغ 45 مليار دولار، ما دفعها إلى اللجوء نحو الاقتراض الداخلي والخارجي أيضاً بغية تدارك الضائقة المالية. سوق الصياغ في الموصل أثر يهودي عراقي دمرته الحرب وتحولت عائديته إلى محل نزاع بين الوقفين السني والشيعي. يعود تاريخ افتتاح السوق هذا إلى أكثر من قرن، وهو أحد آثار اليهود في الموصل. سوق الصياغ أحد أهم المنصات الاقتصادية في المدينة، نالت الحرب منه حتى تركته خراباً مع محاولات خجولة لإعادة إعماره. السوق الصاخب سابقاً يخيم السكوت على بقاياه أو ما أعيد تأهيله في أجزاء منه، ولم يعد إليه أصحابه إلا واحد يأمل أن يعود إلى سابق عهده مقصداً لأهل المدينة وما جاورها. كسوق الصياغ يعني هو كان ما شاء الله شغل كله، حتى قرى ورياف يجون يسوقون من هنا. صاغة آخرون رفضوا الحديث أمام الكاميرا عن سبب إهمال السوق من قبل الحكومة المحلية، معللين ذلك بوجود خلافات حول عائديته بين الوقفين السني والشيعي، تسببت بأن يظل محل نزاع غير قابل أي محاولة لإعماره. يو تي في حصلت على نسخ من وثائق تبادلها الوقفان السني والشيعي تفيد بوجود نزاع حول عائدية بعض من المساجد والأسواق التي يمتلكها الوقف السني، فضلا عن استيلاء إحدى الجهات الأمنية على جامع أيسر الموصل عام 2018 وتغيير اسمه إلى جامع الوحدة الإسلامية ليصبح فيما بعد مقرا لهذه الجهة. وقد أجرينا اتصالات مع مديرية الوقف السني في الموصل والحكومة المحلية ورفضا الاستجابة أو الحديث أمام الكاميرا لفض الاشتباك أو إيضاحه بين الوقفين. في نينوى أيضا قال النائب عنها نايف الشمري إن الحكومة عاجزة حتى الآن عن معالجة الملفات الرئيسة الأربع في المحافظة، مشيرا إلى أن أكثر من 4 ملايين نسمة بلا مشفى نظامي. الحكومة إلى حد الآن عاجزة عن حل الملفات الأربع الرئيسية التي تعاني منها محافظة نينوى، ألا وهي ملف الإعمار وملف التعويضات وملف النازحين وملف المعتقلين على يد تنظيم داعش الإرهابي وكذلك المغيبين. محافظة عدد سكانها أكثر من 4 ملايين نسمة بدون مستشفى نظامي لحد الآن. هناك 49 عملة تعويض عن دور وعمارات ومحلات مدمرة، و 39,000 معاملة تتعلق بالأضرار البشرية من شهداء ومصابين، ومن تم تعويضهم هم 2500 فقط. هناك 1,000,000 إنسان لا زالوا يسكنون الخيام لحد الآن، من اعتقلهم تنظيم داعش الإرهابي لا زال مصيرهم مجهول وعوائلهم تعاني الأمرين. المغيبين لا زال مصيرهم مجهول، وهناك عصابات بدأت تبتز عوائل المغيبين. مشاهدينا في النشرة أيضا بعد قليل، سيمنز تنصح الحكومة الغاز المحروق ينير العراق ويوفر 5 ملايين دولار سنويا. زرباطية تخسر 30,000 فدان، ومواطنو الكوت يتعايشون بسلام مع 3 ملايين لغم أرضي.
حذر وزير المالية على هامش مؤتمر إمداد العراق بالطاقة علي علاوي من أن استيراد العراق للكهرباء يلتهم 20% من الميزانية سنويا، مشيرا إلى أهمية تكثيف جهود الحكومة لإيجاد بدائل للطاقة والاستغناء عن حرق الغاز المصاحب للنفط في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وسط انهيار حاد في أسعار النفط وتراجع الناتج المحلي بنسبة 4 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية، ينصح أحد كبار منتجي الطاقة في العالم حكومة بغداد بتوفير الغاز المحترق لإنتاج الطاقة الكهربائية. وعلى هامش مؤتمر إمداد العراق بالطاقة والذي أسس بالتعاون مع وزارة الكهرباء، قال وزير المالية علي علاوي إن قطاع الكهرباء يلتهم 20% من ميزانية الدولة سنوياً، وأن انهيار أسعار النفط يحد من قدرة العراق على شراء الطاقة الإيرانية التي تقدر قيمة استيرادها ب10 مليارات دولار سنوياً. النائب الأول لرئيس قسم نقل الطاقة في شركة سيمنز محمود حنفي قدر أن وزارة الكهرباء العراقية تعاني من فجوة في توفير خدمة الكهرباء تقدر ب30 جيجاوات سنوياً. وبحسب رأي خبراء الطاقة في المؤتمر، فإن العراق يستطيع توليد 6 جيجاوات من الكهرباء إذ ما امتنع عن حرق الغاز المصاحب للنفط. سيرفع ذلك إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد إلى 23 جيجاوات سنوياً. النائب الأول لرئيس شركة سيمنز لتوليد الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط عدنان القصاب أشار إلى أن ذلك سيوفر 5 ملايين دولار سنوياً من إنفاق وزارة الكهرباء ما استثمر الغاز المصاحب للنفط في توليد الكهرباء. وفيما يتعلق بمنشآت الطاقة، العراق بحاجة إلى إعادة ترميم 8000 كيلومتر من خطوط النقل لتحسين توزيع الكهرباء وبناء 8000 كيلومترا إضافية خلال الأعوام الأربعة المقبلة لتلبية الطلب الذي قدره خبراء بقيمة بلغت 50 جيجاوات بحلول عام 2025. انتهت الحرب العراقية الإيرانية قبل أكثر من 4 عقود، إلا أن مخلفاتها قائمة حتى الآن. إحصاءات تقريبية تؤكد وجود 3 ملايين لغم على غير منفجر على الشريط الحدودي مع إيران، فيما تسببت الألغام في فقدان قرابة 30,000 فدان في منطقة زرباطية. مشكلة الألغام في العراق شاهد حي على تركة ثقيلة وقاتلة للحروب الطويلة التي خاضها البلد، فعلى امتداد الشريط الحدودي مع إيران وتحديدا في منطقة زرباطية شرقية محافظة واسط تنتشر مئات من حقول الألغام التي خلفتها الحرب العراقية الإيرانية، والتي لا تزال تحصد الأرواح والأجساد حتى بعد أكثر من 30 عاما على انتهائها. المواطنون هنا رفضوا الحديث لنا عن موضوع الألغام، والسبب بحسبهم أنهم تأقلموا معها وملوا المطالبة برفعها. وكما تجري العادة، فإن سبب المماطلة في تطهير هذه المناطق من الألغام يعود إلى أسباب مالية. إحنا الشركة الوحيدة اللي قلت لك هي المنظمة العراقية لإزالة الألغام أمكو، وهي هاي شركات غير ربحية مدعومة من قبل الأمم المتحدة. شكلنا لجنة المحافظة ومجلس المحافظة صوت لنا على مبلغ، والمحافظ على أساس قررنا، بس كانت أكو مشاكل مالية من صندوق دعم واسط والمالية وتظهر إحصائيات دولية للأمم المتحدة إن العراق يأتي في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تحتوي على كميات هائلة من الألغام غير المدمرة بواقع 10 ملايين لغم تعود أغلبها إلى الحرب الإيرانية العراقية التي امتدت ل8 سنوات. مضت سنوات طوال وزرباطية الحدودية مع إيران لا تزال تغص بالعديد من الألغام الخطرة. المزارعون هنا فقدوا أكثر من 30,000 فدان من الأراضي الخصبة بانتظار حل فاعل لإعادة هذه المساحات إلى الخدمة. بمحافظة واسط، حمد الأسدي، UTV. بعد أسابيع قليلة من الاعتداء على الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس في النجف الأشرف، يروي الشيباني لحظة الاعتداء عليه. لا يتذكر الدكتور طارق الشيباني شيئا آخر غير الارتعاش على الأرض
عندما ضربه عشرات من أقارب مريض توفي بسبب مضاعفات وباء كورونا حتى فقد وعيه. الشيباني مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس في النجف الأشرف يشاهد لحظة الاعتداء عليه ويقول أنه نادم لأنه أصبح طبيبا في العراق. كرهت اليوم وصرت بي طبيب عراقي. كرهت هذا اليوم وصرت بي طبيب عراقي لأن للأسف دراستي وتعبي وخدمتي وبحد خدمتي لأهلي وناسي، بس أنا أرجع أقول ممكن ناس أكون ناس يعني ما أنا أهلنا يستغلون واحد يخدمهم. الشيباني قال متحدثا من منزله في الكوفة بعد أسابيع قليلة من الاعتداء عليه بأنه يشعر بالخوف من تكرار الحادث وأنه يذهب إلى المستشفى برفقة أصدقائه خشية مهاجمته من قبل المجموعة نفسها بعد أن قام برفع دعوى قضائية ضدهم. نعم متخوف يعني جدا متخوف يعني جدا متخوف من يعني إذا الحكمة هذولا خاف ذويا مثل أن يتعرضوا لي أو مثل إلي أو عائلتي. ويعد الطبيب الشيباني واحدا من العديد من الأطباء الذين يكافحون للقيام بعملهم في ظرف استثنائي تفرض فيه كورونا أعباء جديدة على واقع الصحة في العراق، فيما يواصل الأطباء التزامهم في واجبهم على الرغم من حملة الاعتداءات التي تطولهم من قبل أهالي المراجعين. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة وهذا التذكير بأبرز عناوينها. نأمل دعما وإسنادا من لدن الأصدقاء في المجتمع الدولي للكشف عن الأموال المهربة. العراق يطلب تحالفا دوليا لمكافحة الفساد. برهم صالح للأمم المتحدة الأموال المهربة تمول السلاح المنفلت. سجاد العراقي ينتظر وخاطفوه يكسبون الوقت بافتعال نزاع أمني مع العشائر. حراك تشرين يصدر أول فيتو على تعديل قانون الانتخابات. دائرة لكل قضاء ونائب لكل 100,000. سفير واشنطن ولندن يسألان قضاء العراقي عن الكاتيوشا ومكافحة الإرهاب يطارد المنصات في الكرادة. مشاهدينا الكرام هذا كل ما لدينا لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.